شغل المرأة. تكلمنا كيف اتحادات اتحاد المرأة والاتحاد النسائي وكيف يكون الأحزاب والنقابات إلى آخره. هلا بدنا نتكلم عن الدور اللي يقامت فيه الأهداف الرئيسية للبرامج. شوف الأهداف الرئيسية: تعزيز أجواء اجتماعية واقتصادية وسياسية مواتية لتحقيق المساواة، إدماج قضية المرأة في سياسات وبرامج التنمية، دمج بعض الوزارات المعنية مثل التعاون. هلا بلشت الحكومة تتحرك للتعاون والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها بدمج قضايا المرأة على الصعيد المؤسساتي لكي تستجيب للآليات الخاصة بالميزانية. يعني لا يكفي الحديث، لابد من تخصيص مكان لها بالميزانية حتى نستطيع أن نقوم بالأنشطة التوعوية التي تستطيع أن توعي المرأة وتستطيع أن تمكنها وتنطلق إلى الأمام. بعدين في وحدات تكافل فرص وانضباط اتصال في غالبية الوزارات لفتح مجال مشاركة المرأة بالتنمية على الصعد المختلف نظرا لأهمية المساواة. في بيعمل نوع من حساسية كلمة الجندر، إنه بشعر إنه هاي جاية من برا وإنها بدها تخلي المرأة تطغى على الرجل إلى آخره. فسموها النوع الاجتماعي ضد النوع الاجتماعي، ما استوعبته بعض الجهات، وجهوه لوحدات تكافؤ الفرص. اللي هي تكافؤ الفرص اللي موجودة في الديمقراطية، يعني موجودة في الديمقراطية وحدات تكافؤ الفرص. هاي بنشوفها إنها أجت في عدة محلات، يعني الحكومة مشكورة في مديريات للمرأة في الوزارات المختلفة، في فرق تكافؤ فرص الجندر موجودة، في أيضا ضباط اتصال موجودين في بعض الوزارات. وبعدين في أنا مسكتها لمدة 6 أشهر وزارة الدولة لشؤون المرأة اللي كانت في مركزها في مجلس رئاسة الوزراء، على بالي إنها بتصير وزارة مستقلة، كانت نواة لوزارة، ويا ريت إنها ضلت مش موجودة، موجود أحماس آخرين. ليش؟ لأنه مديريات المرأة وضباط الاتصال اللي في الوزارات وفرق الاتصال المختلفة مين ممكن يضمهم ويضمهم مع بعض؟ اللي هي كوزارة خاصة تتعلق بالمرأة. سمعنا الإخوان المسلمين وسمعنا هذا، إحنا مش ناقص نصرف ميزانية على المرأة والمرأة مثل الرجل، ليش ما نعملش وزارة للرجل؟ المهم انتهى الموضوع إنه في جهات متعددة. شكرا للاتحادات، شكرا للجنة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة الأميرة بسمة، شكرا لنهر الأردن برئاسة الملكة رانيا، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الاتحاد النسائي، اتحاد المرأة، وحدث بلا حرج عن الجهات الحكومية وشبح الحكومية التي تقوم بدعم المرأة. لماذا المساواة؟ 50% 50% للمساواة بين الجنسين آثار هائلة على الإنتاجية، آثار هائلة على الإنتاجية، إنتاجية، أرباح، عدم وجود خسائر، إذا التنمية تقدم إلى الأمام. الجهات الأهلية والحكومية الخاصة بالمرأة أنا ذكرت لكم إياها اللي تتعامل مع المرأة هم أمامكم. هاي كلها إحنا مسيرة المرأة بدنا نشتغل، طلعنا على المحاور اللي بتهم المرأة وين موجودة، في محور الفقر، الصحة، الاقتصاد، التعليم، العنف، النزاعات المسلحة، صنع القرار، حقوق الإنسان، البيئة، الإعلام، الثقافة. يعني إحنا تناولنا في التقرير معظم هذه المحاور، لكن لأنه رح نتوسع مستقبلا أكثر حصرتها تحت مظلة واحدة اللي هي مظلة الثقافة والقوانين. القوانين المتعددة اللي لازم نشتغل عليهم حتى نحسن هذه المحاور. من خلال تعديل القوانين تتعدل هذه المحاور. ومن خلال تعديل الثقافة تتعدل هذه المحاور. إيش الثقافة؟ إعلام، تعليم، إعلام، تعليم، صحف وإلى آخره. فهي إذا القوانين والثقافة، المرأة والتشريعات، المرأة والتعليم، المرأة والثقافة، المرأة والإعلام. هون التقرير تبعنا كان يدور وكان يركز حتى نشوف الإنجازات، وبهمنا إنه نشوف الإنجازات اللي تحققت، لأنه جلالة الملك عبد الله الثاني بالفعل مطالب بالإصلاح على كافة الصعود، وكل رؤى بلشت إنها تترجم على أرض الواقع. ودائما وأبدا يذكر المرأة والشباب، وجلالة الملكة رانيا المرأة والشباب، واشتغلت شغل حق
حتى بالنسبة للشباب احنا عندنا القطاع الخاص من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني من 3 سنين جلالتها اطلقت عن الشباب القطاع الرابع لانه هذا قطاع لازم ينشغل عليه ولازم يتاخد بعين الاعتبار. رجعنا بدنا نشتغل طيب وان شاء الله ننجح نلاقي انه هنالك قلنا انجازات هنالك ثغرات هنالك عقبات. اين هذه العقبات؟ تكمن في التشريع والثقافه السائده. بنيجي للامام بنلاقي يا بنتحول يا بشيء بسكر قدامنا يا دتور ما اكثر المطبات العينيه والمطبات من كل الانواع. لكن يعني بالعمل العام والاستمراريه ممكن انه تتحقق هذه الامور. لما بدنا نشتغل شفنا انه في دكتور قلنا بدنا نبحث عن طاقه فرج، يعني اين طاقه الفرج التي ممكن ان نبحث عنها؟ الشغل الماضي مراجعه ما توسط لها مختلف الوثائق الاردنيه بدءا بالميثاق الوطني الاردني مرورا بالاردن اولا وثيقه كلنا الاردن والاجنده الوطنيه مهرجان لجنه الحوار الوطني باتجاه التطوير والتحديث، هاي كلها لا يمكن ان نلغيها بالادراج. لابد وان تكون نوع من التراكميه اللي بتحدد تعمل نوع من الخمسه النوعيه، فلابد من مراجعتها والاستفاده منها لانها ممكن تفيدنا كثير بخصوص المراه. قلنا تشريعات وقوانين. النص صراحه بالدستور على سمو الاتفاقيات الدوليه التي صادفت عليها المملكه على النصوص القانونيه. تحقيق الموائمه بين النصوص القانونيه واحكام الدستور الاتفاقيه الدوليه لحقوق الانسان، لابد من وجود موائمه بحيث ما يكون هنالك فصل بين النص القانوني واحكام الدستور، احيانا القانون اللي بيطلع ليس له علاقه بالدستور، يمكن له علاقه من طرف بعيد جدا، وبالتالي يكون قانون مجحف سواء للرجل او المراه وبحاجه الى نوع من التعديل. كذلك الاتفاقات الدولية التي تدعو إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لابد من مراعاتها مادام احنا وقعنا عليها والتزمنا فيها راعها. عندنا بعض التحفظات لكن الأشياء اللي احنا وافقنا عليها لابد انه ناخذ من روحها. مراجعة القوانين وترقيتها من الشوائب، حماية المرأة قانونيا والتوسع بهذا المجال ليشمل قوانين متخصصة أخرى مثل قانون حقوق الطفل، إقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص، ترجمة لأحكام الدستور. إلغاء كلمة الجنس من القوانين المسنونة واستبدالها بنساء ورجالا، يعني للي بدهم كلمة الجنس هي نساء ورجالا. العمل على منح حق أبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني التمتع بجنسية أمها تطبيقا لأحكام الدستور. أنا اشتغلت على هذا الملف كثير. لكن بسبب الوضع السياسي القائم وغير الواضح في الوقت الحاضر ممكن انه نعمل نوع من التبديل، هذا التبديل انه اعطاء هذه الفئه حقوقهم المدنيه، حق باسبور، مؤقت، حق الرخصه، حق في التعليم، حق في التامين الصحي الى اخره، هذا ممكن انه يسهل حياه هذه الفئه ريثما ينظر اليهم بعين الاعتبار. توضيح اثر وفاة الاردن المتزوج من عربيه او اجنبيه قبل انتهاء المده المقرره لحصولها على الجنسيه، النص على حق المراه الاردنيه في استعاده جنسيتها متى تشاء. في قانون جوازات السفر، قانون جوازات السفر اشتغلنا عليه عبر ادراج الحاله الاجتماعيه المرأة.